اهلا بكم من جديد. الحقيقه في كلامنا عن احوال الناس هيبقى تواجدنا في 5 محافظات، كل محافظه فيها موضوع وموضوع خاص. انا حابب ابدا من محافظه المنيا. محافظه المنيا فيها يعني حادثه مؤسفه جدا بدات من يوم الجمعه 31 اغسطس. ناس كتير كتير يعني جدا، احنا هنا في 90 دقيقة اتكلمنا عن احداث قرية دمشاو هاشم اللي هو حصلت فيها الاعتداء على منازل المسيحيين وعلى البيت اللي كانوا بيصلوا فيه، اتكلمنا مرتين. لكن الناس طول الوقت يقول لك الاعلام ما بيتكلمش عن الحكاية، الاعلام بيداري الحكاية، رغم انك لو فكرت في الموضوع مفيش حاجة تستدعي ان احنا نخبي ولا ان احنا نداري، خاصة انه مش احنا لوحدنا، يعني الاعلام المصري مش لوحده اللي بيتكلم واللي بيصور واللي بيذيع واللي بينشر، العالم كله اصبح مفتوح قدامه. لما اتكلمنا مثلا امبارح بشكل موسع عن قضية دير ابو مقار، نظرية المؤامرة اشتغلت عند الناس او عند ناس كتير، ويقولوا لك ايه انه لا انتوا بتعلوا من قضيه دير ابو مقار عشان تغطوا على اللي حصل في المنيا. لا بنعلي ولا بنغطي، ولكن بنجمع معلوماتنا وبنشوف هنقول ايه للناس عشان نقوله صح. يعني انا ما بحبش اتكلم عن جهل، بحب اتكلم عن معلومات واضحه بحيث لما نقول راي او حضرتك تكون راي يبقى الراي صح. طيب ايه اللي حصل في المنيا بالظبط؟ ناس كتير يقول لك المنيا الاباط بيحصل لهم كذا، المسلمين عملوا كذا، ايوه ايه اللي حصل بالظبط؟ وخليني ارتب مع حضراتكم. الاول قريه اللي هي دمشاو هاشم دي فين؟ هي قريه دمشاو هاشم تبع مركز المنيا، في تبع مركز المنيا. يعني ممكن لو عندنا يا جماعه الصوره جاهزه بتاع القرية عشان تبقوا عارفين بس بنتكلم فيه. يعني هنا اهي العلامة، دي القرية بتاعة دمشاو، دي على جوجل ايرث مش كده يا شباب؟ ده مكان هتلاقي لو احنا صغرنا بس عشان نشوف موقعها من المنيا، من مدينة المنيا، من المركز. ايوه يلا يا شباب، اللي يعيش ياما يشوف، يعني الصبر يبلغ الامل. طيب عموم اخر الصوره. طيب فالقريه دي يوم 31، وخلينا اقول لحضراتكم ايه اللي حصل. يوم واحد الجمعه 31 اغسطس كانت في الناس بعد صلاه الجمعه الموجودين في القريه في بيت المسيحيين بيصلوا فيه كالمعتاد، يعني الناس بتصلي. ففوجئوا بعشرات من الشباب رايح يهد البيت اللي الناس بتصلي فيه ويعتدي على بيوت بعض المسيحيين ويخربها ويسرقها. طب انا عايز اوري لحضراتكم مثلا بوست من بوستات التحريض اللي موجوده على الفيسبوك. ورونا كده يا جماعه الاول او واحد من البوستات اللي بتحرض بتقول للناس يعني ان الناس دي عايزه تبني كنيسه، يعني بيحرضوا عليهم. يعني اهو الصفحه الرسميه لقريه دمشاو هاشم. قال لك ايه واحد يعني هم كبير، قال لك قال عايزين يبنوا كنيسه، قال ده عنده مترتر يا ابوه. كويس؟ ده نوع من انواع مش بس التحريض، ولكن نوع من التحريض والاستهزاء. مش الاستهزاء بالمسيحيين، ولكن الاستهزاء بالبلد كلها. لانه في واحد يقول لك عايزين يبنوا كنيسه، قال ايوه يا حبيبي يبنوا كنيسه، ناس تبني كنيسه تعبد ربنا فيها. في قانون لبنى الكنائس، في دوله بتقر في دستورها بحريه الاعتقاد وحريه العقيده. فالناس تبني. كويس؟ التحريض ده عايز اوري حضراتكم كمان الصور بتاع الاشتباكات، يعني في صور كانت بعد صلاة الجمعة بتسجل المشهد. يعني اهو دي صورة من الصور
اللي بعض الشباب رايحين يهاجموا البيت اللي الناس بتصلي فيه، وبعد ما هدوا البيت اللي الناس بتصلي فيه راحوا سرقوا بيوت المسيحيين وسرقوا مشغولات ذهبية وكسروا. عشان تشوف اثار الهدم بتاع البيت، في صورة للانبا ماكاريوس، دي اثار البيوت اهي، وروني كده يا جماعة شوية بشوية. دي اثار البيوت اللي تم الاعتداء عليها وتكسير الحاجات اللي فيها وسرقتها. في صورة لي اهي، ده بيت، او ده البيت اللي كانوا بيصلوا فيه. فيه كمان صورة للانبا ماكاريوس اسقف المنيا، وهو واقف في على اطلال. ايوه دي الصوره دي، ركزوا معايا يا شباب. الراجل واقف اهو، يعني شوف مربع ايديه، وده المكان اللي الناس كانت بتصلي فيه. ده مشهد غايه في الخطور، لانه لما توصل انك تروح ناس بتصلي لربنا في البيت بتاعهم، عشان مفيش كنيسه بالمناسبه، ولانه القريه لو انتوا شفتوا صورتها بعيده عن القرى الاخرى، فالناس بتتحمل عناء كبير جدا عشان تروح تصلي. فده اللي حصل يوم الجمعة، اشتباكات ناس يوم الجمعة بالليل، بعد ما بقى في اخبار على الفيسبوك وعلى تويتر، والناس بدأت تتكلم، والقنوات اياها بدأت تسخن. الانبا ماكاريوس طلع بيان كان واضح فيه جدا وشرح ايه اللي حصل. ورونا بيان يا جماعة الانبا ماكاريوس اللي هو صدر يوم الجمعة 31/8/2018. هو بيتكلم على التزاما عشان ما يبقاش فيه اخبار متناثرة. بعد ان انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، لازم ان ننشر هنا حقيقة ما حدث. فقد تعرض اليوم اقباط القرية لهجوم من المتطرفين. تم الاعتداء على منازل كل من الرجل راصد منازل عادل سعيد رزق ورضا عبد السيد رزق وكامل فوزي شحاته وفوزي شحاته بطرس، خلي بالكم، ونهب بكميه من المشغولات الذهبيه والاموال وتحطيم الاجهزه المنزليه والكهربائيه وادرام النار في بعض ممتلكاته. اللي هو انت تقول ايه؟ طب دي ناس راحه تمنع ناس من الصلاه ايا كان مبرر المتطرف ده اللي راي. يعني انت راي متضايق، حضرتك متضايق ان في ناس بتصلي وصوتها عالي بالصلاه، فانت رايح تعترض. عشان خلي بالك يقول لك بيصلوا في بيت من غير تصريح، او عملوا البيت كنيسه من غير تصريح، وده الكلمه دي قمه العبث في الحياه المصريه، بس هنجيلها بعدين. طب انت عاوز تمنعهم من الصلاه في البيت بحجه انه ده بيت عملوه كنيسه وما معهمش ترخيص، طب بتسرق الدهب بتاعهم ليه؟ رقم واحد. بتكسر الاجهزه الكهربائيه بتاعتهم ليه؟ بتولع نار في بيوتهم ليه؟ يعني اذا كنت انت رايح عشان ترضي ربنا في اعتقادك، يعني تمنع الصلاه في كنيسه مش مرخصه ليه؟ وبعدين كمل البيان بتاع انبا ماكاريوس. فاصيب مين كمان؟ اصيب عادل سعيد رزق، مدرس عنده 54 سنه بجرح قطعي في فروه الراس، وفضل عطيه نجيب 45 سنه بجرح قطعي بالشفه العليا، واصيب كذلك احد رجال الاطفاء وتمت معالجتهم في مستشفى المنيا العام. المفاجاه اللي بيكشفها البيان ده بيقول حاجتين. الحاجه الاولى انه الانبا ماكاريوس بيقول يا جماعه كان في تسخين وكان في اخبار متناثره على انه سيتم هناك او سيتم اعتداء على الناس اللي هتصلي يوم الجمعه، لكن ما كانش في اجراءات احترازيه، لانه طبيعي حالة التحريض اللي احنا شفنا نموذج منها وحالة الحشد اللي هي بتتم قبلها بيوم ولا بتتم قبلها بيومين كانت معروفة، لكن انبا ماكاريوس كما يرصد انه ما كانتش فيه اجراءات احترازية لمنع الاعتداء على المسيحيين هناك. المفاجأة الاكبر اللي موجودة في البيان ان بيقول انه مثل هذا الامر تكرر بصورته قبل ذلك في سنة 2005، واضطر بعض المسيحيين هم يسيبوا القرية. وبعدين بيحط بقى القاعدة الأساسية انه لو كان هناك إجراء حاسم وقتها ما كانش حصل النهاردة هذا الكلام. طيب ده امتى؟ احنا هنا بنتكلم يوم الجمعة. الداخلية راحت وفضت الاشتباك
وقبضت على عدد من المشاغبين والمعتدين. حصل. يبقى في عندنا هنا عشان نرتب الموضوع، كان المفروض ان تكون هناك اجراءات احترازية ان الواقعة ما تحصلش. بعد ما حصلت، بعد البيت ما شفتوه جه على الارض، بعد الدهب ما اتسرق والاجهزة الكهربائية اتكسرت والبيوت اتحطمت وزي ما انتم شايفين ببانها، الناس راحت فكت الاشتباك وقبضوا على بعض الناس. طيب ده كله الجمعة 31. يوم السبت الأنب مكاريوس طبيعي اتكلم وعمل مداخلاته وصرح تصريحات أكتر من مرة، وشرح ما جرى واستقبل المصابين. عايز أوري صور، عايز أوري لحضراتكم صوره مع المصابين اللي هم ضحايا هذا الاعتداء، لأنه هو الراجل هناك الراعي. يعني ده مثلا أهو، ده اللي على اليمين ده واحد الناس اللي تم الاعتداء، دماغه اتفتحت فهم مع الانبا مكاريوس. في مجموعات اخرى برضو استقبلها الانبا مكاريوس للتخفيف عن يعني ما لاقوه في هذا الموضوع. لا لسه في صور، صوره مع الناس اهو، دي الصوره الثانيه لامم الناس حواليه، لانه الناس دي محتاجة في لحظة معينة إلى جبر خاطر. يعني هو رايح يصلي لربنا، لا واحد بيضربه وبيسرقه وبيحرق بيته كمان. وعايز أقول لحضراتكم اختلاف العقيدة لا يبرر أي اعتداء من أي نوع أيا كان، ولا يوجد شيخ ولا عالم ولا باحث ولا دارس يقدر يقول لنا إنه اختلاف العقيدة ده يتيح ليك إنك تمنع أحد بالقوة إنه يصلي في بيت ربنا. فالراجل طلع اتكلم. بعد كده نيابه المنيا قررت حبس 19 من حوالي 38 كان تم القبض عليهم، ده يوم الحد. في نفس اليوم برضو يعني حبس 19 متهم في احداث قريه دمشاوي. يوم الحد برضو صدر بيان عن بيت العائله في المنيا. انتوا عارفين بيت العيله ده بيت متأسس يعني على رأسه شيخ الأزهر والبابا توادرس، وموجود في كل محافظة، وهو يعني أقرب ما يكون إلى هيئة كده بتبحث في هذه المشاكل، يعني تقعد تحل. أصدر بيان يوم الحد، احنا الحكاية حصلت الجمعة، السبت عدى، الحد النيابة اشتغلت، بيت العيلة أصدر بيان أدان فيه ما جرى وطالب بتطبيق القانون بشكل واضح ضد مخربي منازل الأقباط. طيب يبقى ده احنا بنتكلم هنا في يوم الحد. يظهر بقى البابا توادرس. بابا توادرس كان موجود في احتفالية مئوية مدارس الأحد في وادي دجلة، واتكلم بشكل واضح عما حدث في المنيا، وقال يا جماعة انه الكنيسة جرى عليها كتير وشافت كتير، وانه هذه الاحداث لن تزيد الكنيسة الا قوة وصلابة. يعني هذا الاعتداء لن يجعل الكنيسة تتراجع او تضعف، ولكن الكنيسة قوية. وكان مهم جدا انه البابا قال رغم الشائعات الكاذبة التي ينشرها اعداء الخير الا ان الكنيسة تنمو وتزدهر. فهنا موقف البابا كان واضح جدا. بمناسبة البابا بقى، في نقطة مهمة جدا. في ناس خدت صورة للبابا توادرس، وأنا هنا لا أناصر البابا توادرس أو لا أخص صفه يعني. في الفترة دي كان البابا توادرس بيحضر مؤتمر شباب العالم اللي هو كان اسمه العودة للجذور، عقده هو لأبناء الجيل الثاني والثالث في الكنيسة، وكانوا موجودين، وكان في محاضرات للتربية الروحية، وكان في محاضرات للتعريف بأوضاع مصر الحالية، تحديات مواجهة الإرهاب، النمو الاقتصادي وهكذا. فالناس خدوا صورة للبابا توادرس وهو بيتصور سيلفي مع الشباب اللي موجودين أهي. دي الصورة بتاع البابا، يعني الشباب هم موجودين في القاعة وراه، فهو اتصور صورة سيلفي معاهم تخليدا للحظة، ودي صورة تانية اتصور معاهم.
ناس عابت معلقين على هذا الحدث عابوا على البابا وحطوا الصوره دي. حط لي الصوره دي يا جوهري كده جنب صوره الراجل اللي قاعد قدام البيت حاطط ايده على خده. صورتين يعني، في صوره انا وريتها لحضراتكم من صور اهو. الناس حطوا الصورتين جنب بعض وقال لك في الوقت اللي انه المسيحي اللي المسيحي ده قاعد قدام بيته، بيته متهدم، البابا بيتصور سيلفي مع الشباب. وكان في هذا نوع من يعني الانتقاد للبابا والتعريض بموقفه. طيب خلينا نفصل، لانه انا مش حابب لما يبقى في مشكله في البلد فكل حاجه تتوه من ايدين. هو البابا راس الكنيسه لديه مهام كثيره جدا، من بينها متابعه موضوع المني، لانه هو في الاخر هذا اعتداء مش هيوقف كل انشطه الكنيسه ومش هيتفاعل مع انشطه الكنيسه لحد ما يحل موضوع المني، لانه النهارده مثلا الانبا موسى موجود، راح وقابل اسر دمشاو هاشم وطيب خاطرهم وبلغهم انه الكنيسه بتاخد يعني اجراءاتها والناس مش هتسيب ما حدث يتم بهذا الشكل. كويس؟ فانا بس قلت ما ينفعش انه الناس كل حاجه تتوه مننا فيقول لك البابا فين؟ البابا بتصور هنا والناس واقفه او الناس قاعده حاطه ايد على خدها مهانه وتم اذلالها وتم سرقتها ومحرومين من ان هم يصلوا في بيت ربنا او يصلوا عموما. النتيجه في الاخر ايه؟ طيب الانبا مكاريوس بيطالب، وده طبيعي جدا، بتعويض المتضررين في دمشاو. وده طبيعي، يعني ده اول خطوه. الناس اللي بيوتها اتهدمت واتحرقت وفلوسها اتسرقت وصيغتها اتسرقت واجهزتها اتكسرت، لازم يتعوضوا، لازم يتعوضوا. لكن الصوره الاخيره دي في الموضوع اللي هوريها لحضراتكم صوره تدين هذا المجتمع كله. يعني بصوا، المؤيدين والمعارضين والمسلمين والمسيحيين والملحدين اللي في البلد، كل الفئات وكل الوظائف وكل الطبقات، الصوره اللي هوريها لحضراتكم دي تمثل ادانه لهذا الشعب. وريني كده الصوره دي اهي. الناس بيصلوا في الشارع، عاملين المذبح اهو، وواقفين الكاهن في النص وواقفين يصلوا في الشارع. دي صوره للامانه تدين الشعب كله، المسلمين قبل المسيحيين، المعتدلين قبل المتطرفين، تدين كل الناس المهتمه بالشان العام. لانه في مواطن، في مواطن انت تعلي فيه في الاسلام من قيمه لا اكراه في الدين وقد تبين الرشد من الغي، وبعدين من شاء فاليوم من شاء، وقاعدين نتكلم عن حريه العباده وحريه العقيده طول الوقت وكتب كتير، وانت ما بتطقش ان واحد في يصلي صلاه او هو منتمي لدين اخر يصلي. ايه ده؟ الصوره دي يعني تمثل عار يلاحقنا جميعا. طيب خلينا نبص نظره عامه على الموضوع. هو ايه؟ احنا عندنا ببساطة شديدة، لانه ده لازم نبقى حاطين الامر امام رئيس الجمهورية، وانا اعتقد انه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ما يرجع من رحلته هذا الملف لابد ان يكون على مكتبه. اول ملف هو ملف اقباط دمشاو هاشم، لازم يتاخد فيه قرار واضح جدا. الداخلية اشتغلت، النيابة بتشتغل الوقت التحقيقات، ولكن احنا قدام محاولات للالتفاف طول الوقت، نصالح الناس ونطيب خاطرهم ونعمل مش عارف ايه وبتاع، لا، في قانون لابد ان يطبق، ده من حيث وقعه الاعتداء. من حيث وقعه الكنائس بقى، ما تدوروا لكم على قفله يا جماعه، يعني البلد تدور لها على قفله في قانون الكنائس، قانون بناء الكنائس اللي هو صدر بقاله اكتر من سنه، والمسيحيين يعتبرون ان خروج هذا القانون للنور يعتبر انجاز حلو. بس هي القوانين ان لم تفعل ملاش قيمه. ما احنا عندنا في الدستور والقانون والقوانين مواد تنص على حريه الراي والتعبير من هنا للصبح، بس هو في مصر حريه الراي والتعبير؟ يعني ما هو يعني مصابه يعني بعافيه.
فالنصوص انا بتكلم على 3 اغسطس 2016 الموافقه على قانون بناء الكنائس 3 اغسطس 2016. يعني احنا بنتكلم في سنتين. سنتين بالظبط. لما عرضنا الاستاذ يوسف سيدهم رئيس تحرير وطني كان بيتكلم معانا فقال انه في 3700 وشويه طلب لتقنين الكنائس تم الموافقه منهم او انهاء 220 طلب. اللجنه اللي عملها مجلس الوزراء عشان تقنين الكنائس بتعمل ايه؟ وبعدين لما يبقى في قريه زي دي اقرب كنيسه ليها على بعد كذا كيلو وعايزين يبنوا كنيسه، ما يبنوا كنيسه. ايه اللي يتعبك انت؟ يعني ايه اللي يتعبك كمسلم ان يبقى في بيت لعباده ربنا؟ كل يا جماعه يعني كل واحد بيعبد ربنا بطريقته وبدينه وبمعتقده وبفكرته، وربنا اللي يقبل في النهايه. وانت فاكر انه يعني ممكن يكون قبلك انت كمسلم وما يقبلوش هو كمسيحي؟ ما ممكن يقبله كمسيحي اكتر منك على فكره. والجنه مش حكر، عشان بس الناس اللي هي تقول لك ايه انه ما فيش حد هيدخل الجنه الا المسلمين، لا مش حكر، لانه ده مش منطق ومش عدل، وما نعرفه ان الله عادل، ربنا عادل. فعدل ربنا مش هيقول لك المسلمين بس يخشوا الجنه. يعني ازاي يخشوا الجنه بس والناس الباقيه دي اللي عايشه في العالم دي اللي بتعمل خير وبتعمل انجازات وبتعمل افكار وناس يعني بتبني بتعمر الكون. يعني على سبيل المثال في شاب من الشباب دول الواد المتطرف بتاع دمشاو ده، دمشاو هاشم ده مثلا، اللي راح هد البيت اللي الناس بتصلي فيه وبعدين خرج سرق الذهب من المسيحيين عشان مسلم يخش الجنه ومجدي يعقوب ما يخشش، انتوا بتهزروا يعني هنا بالمنطق. فاحنا في غفله لازم نصحى منها في موضوع الجوامع والكنائس. وبعدين تيجي يقول لك ايه؟ اصل هم خدوا من بيت كنيسه دون تصريح. كم بيت في مصر ناس بانيه جواها مساجد وبيصلوا؟ حدش جه بيتكلم بيعترض، خلينا مواطنين لنا نفس الحقوق. يا جماعه مره تانيه الناس اللي بتقعد تقول لك لا اصل ما ينفعش نسيب المسيحيين، وخلينا بقى ابقى صريح. يقول لك ما ينفعش نسيب المسيحيين يبنوا الكنائس اي كده، لانه لا لازم نظبط المساله. ليه يا سيدنا؟ يقول لك لا ما انت لو سبت المسيحيين يبنوا الكنائس اللي هم عايزينها هيبنوا في كل حاره كنيسه، معاهم فلوس كتير. تمام؟ طب حط دي على جنب. لا تمنح المسيحيين ما يريدونه من كنائس، ولكن امنح المسيحيين ما يحتاجونه من كنائس. الجملتين بينهم فرق دقيق جدا. ماشي؟ يعني ما تمنحش المسيحيين ما يريدون، مش اللي هو عايزه من كنايس، لان انت لو قلت له انت عايز ايه يقول لك عايز في كل شارع الكنيسه. تمام؟ ولكن امنحوا المسيحيين ما يحتاجونه من كنائس، لانه في بلاد ما فيش فيها، ولما حد يموت يروحوا يدفنوه فيمشوا مش عارف كام كيلو عشان يدفنوا يصلوا على الراجل صلاه الجناز. وبعدين الناس في ناس تعبانه، في مئات الكيلومترات بين مسيحيين وبين اول كنيسه. فانت اعمل دراسه كده، والكنيسه تساعد، الكاتدرائيه تساعد، البابا يساعد، ويعمل دراسه مسح يشوف الاماكن اللي محتاجه كنايس تتعمل، فتبقى دي مرحله. مرحله اولانيه. وبلاش الحساسيه دي، لانه في مشاكل ضخمه جدا والناس مش هتسكت. اللي حاصل في المنيا يا جماعه لازم يبقى له قفله. مش عشان بس في المنيا، عشان ما يتكررش في اي مكان ولا اي قريه ولا اي مركز ولا اي مدينه ولا اي محافظه تانية في مصر. كفايه بقى، يعني كفايه كل مره نقعد نقول نفس الكلام، لانه الاحداث بتتعمل بنفس الشكل، ناس بتصلي، ناس تطلع عليهم متطرفين يضربوهم يسرقوهم، اعمل قعده عرفي لم الموضوع وخلاص. كويس؟ هنا ما ينفعش ده. ليه؟ لان انت بلد عايز تشتغل، عايز تشتغل، ما ينفعش يبقى عندك فتنه طائفيه خالص. وانا قلت عشان الناس تبقى واعيه برضو، لان انا ما بحبش ازوق الكلام، ما جرى في المنيا هو عمل اجرامي جنائي له بعد طائفي. كويس؟ له بعد طائفي. احنا خلصنا على فكره، بخلصنا من الاخوان، جماعه الاخوان هديت كتير جدا المساله، وبتراجع السلفيين شويه
هديت المساله، وان كان السلفيين كامنين الوقت موجودين في كمائنهم، في مجتمع عنده مشكله في وعلاقته بالدين، فارجو ان المساله تنتهي كويس. فانا ارجو انه الامور تتم طبقا للقانون فقط، طبقا للقانون. واي حد بيحاول انه يسخن يعمل فتنه طائفيه يعني، لان انت ممكن حد يجي يتكلم معايا انا دلوقتي يقول لي انت كده بتعمل فتنه طائفيه، اقول له يا راجل عيب عليك. لا، احنا بنتكلم في دوله قانون، عليا وعلى غيري، عليك كمسلم وعليك كمسيحي وعليك كملحد، في مواطنه، عليك حقوق، ليك حقوق بتاخدها وعليك واجبات بتاديها. ببساطه الامور دي مش هتخلص الا اذا كنا صرحة مع بعض وبنتكلم بصراحة مع بعض، لكن ترقيع الامور بهذا الشكل مفيش حاجة هتنفع. طيب، ده في موضوع المني. اخدك ليه البحيرة في وادي النطرون، نكمل المسألة برضو مرتبطة بيه، بس مش مرتبطة بقى بالكنايس. ليه؟ لانه اصلاح الكنيسة اللي احنا كنا بنتكلم فيه محتاج قرارات حاسمة. تم تجريد الراهب يعقوب المقاري لانه كان باني دير، كويس، باني دير، وهذا الدير خارج سيطرة الكنيسة، ودي نقطة كمان الكنيسة لازم تشوف لها حل. ليه؟ الراجل ده يعقوب المقاري ده كان في دير ابو مقار اهو، كويس، طلع وبنى دير في جنب ابو مقار كده مسميه القديسه السيده مريم والقديس كراس. القديس كراس ده كان بيتعبد في الصحراء هناك في القرن الرابع وبنى له دير. فالكاتدرائيه الكنيسه الام ما تعرفش عنه حاجه، يا ابونا سلم الدير، خلي الدير تحت، يقول لك لا الدير ده بتاعي بتاعي، مش فاهم بتاعه يعني ايه، لكن هقول لكم يعني ايه هو يقصد، ان الدير ده ملكه. في وثيقة مهمة جدا بتوقيع البابا شنود، ورونا كده يا جماعة الوثيقة دي، وثيقة بتوقيع البابا شنودة، بيمنح بها او بيمنح من خلالها ليعقوب، اهو اهو، دي وثيقة مهمة جدا، بيوجه فيها البابا شنودة، يعني بيقول يعني انه يعقوب الناس تتبرع، الناس تتبرع للدير اللي هو بيعمله، كويس، تمام، خلاص. طيب، فاذا يعقوب ده خد الورقه دي وراح بيها، ماشي، لم بيها فلوس، لم قد ايه؟ لم 33 مليون جنيه من الاقباط عشان يبني دير، 33 مليون، وبنى الدير والناس بتروح له ومفيش يعني ايه، البابا يكتب له مقال ينشده فيه، يقول له مش عارف ايه بتاع، ما بيشدش عليه قوي. فلما بعد مقتل ابي فينوس تحديدا قالوا لا، الاديوره دي اللي ملهاش يعني صاحب تتضم للكنيسه وتبقى تحت ادارتها ماليا واداريا، كويس، يعقوب قال لهم لا، محدش هياخد الدير بتاعي. لما تفاوضوا تخيلوا، فقال لهم طيب انا ممكن ارجع لكم الدير بس اخد 10 مليون، اخد 10 مليون. لا، الصورة دي بعد شوية عشان هنقول فيها ايه، شيلوها ارفعوا الصورة، تمام. فالراجل قال لهم اجيب له ارجع لكم الدير، عايز 10 مليون. 10 مليون ليه؟ انت مفروض راهب، تمت صلاة الموتى عليك، لا تمتلك شيء. ففي النهاردة حد من يعني اصدقائي المسيحيين بيقول لي لا، اصل هو الدير بتاعه، الارض باسمه. ايوه، ما هي الارض دي مش بتاع ست والدته، لم يرثها، ده هو جمع 33 مليون بصك التبرع ده اللي البابا شنوده اداهوله، فلم 33 مليون وبنى وكبر وعمر وبتاع، فمش بتاعه، خاصه انه الراهب مفروض لا يمتلك شيء. فقال لهم لا، عايزين تاخدوا الدير ادوني 10 مليون كفايه واخلع انا. فقال لك لا، فخلعوه. المشكلة انه الرد على قرار اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة، قال لهم طب انتوا بتجردوني بتشلحوني يعني، طب انا خلاص انا خرجت عن سلطة
الكنيسة وعن سلطة البابا توادروس، وأنا هفضل في الوضع ده لحد ما البابا توادروس يشيلوه. وبدأ هو يرسم رهبان. الصورة بقى، وروني الصورة كده يا شباب، لأنه ده طقس في ترسيم الرهبان. هو واقف أهو، اللي نايمين دول، اللي نايمين قدامه دول رهبان، هو بيرسمهم رهبان. ودي ده كده صلاة موتى الناس في كفن، فبيصلي عليهم صلاة الموتى عشان خلاص هيدخلوا العالم تاني، ما يبقاش عندهم لا أملاك ولا عندهم فلوس ولا ليهم دعوة بالعالم. فهو بيرسم ده. أنا امبارح قلت إنه لابد من إجراء قانوني. إجراء قانوني، وبالفعل أول رد على الكلام كان المستشار نجيب جبرائيل، تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد يعقوب. ورونا صورة البلاغ يا شباب. بيتهم يعقوب، قال إنه ارتكب إيه؟ انتهل صفة رجل دين مسيحي أصلا، لأنه هو بعد تجريده خلاص الكنيسة جردته، المفروض يقلع هدومه. فقال لك انتهل صفة رجل دين مسيحي، ونصب على المواطنين وإيهامهم بأنه رجل دين، ويهدد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، ويهدد الأمن القومي المصري. وفيه حوالي 16 واحد تضمنوا مع المستشار نجيب جبرائيل في هذا البلاغ. تقول لي ده كويس؟ اقول لك لا. يعني تقول لي الاجراء ده كويس؟ اقول لك لا. لا ليه؟ لان هناك محامي للكنيسه، في اداره قانونيه للكنيسه. لما هذا الراهب يعمل هذا السلوك، مفروض ان الكنيسه وادارتها القانونيه هي اللي تتقدم ببلاغ على الفور للنائب العام عشان يحقق، ويحقق بسرعة وينهي هذه المهزلة اللي موجودة. ما هو ايه مشكلة البلد؟ ايه؟ انه كل واحد عايز يعمل اللي عايزه بدماغه، يعمل لنفسه قانون ويطبقه ومحدش ليه علاقة. لا، ده اول خطوة لتفكيك بلد، لتفتيت بلد. في مؤسسة اسمها مؤسسة الكنيسة، ليها قواعد. اللي عايز يبقى منضم لمؤسسة الكنيسة يمشي على قواعدها، عايز يمشي يمشي خالص. ده غير الثغره بقى اللي هم الكنيسه لازم تصححها، ان انت عنده راهب لم 33 مليون تبرعات واعتبرهم بتوعه، وبنى الدير وبنى الدير، ولما قالوا له الدير ده بتاعنا قال لهم لا بتاعكم ايه، عايز 10 مليون واسيبه. في هنا حاله كده من الغموض. انا طبعا والله يعني ادعو الجميع، او ادعو اصحاب القلوب الطاهره الطيبه التي يمكن ان يتقبل الله منها دعائها وصلاتها، انه الناس تصلي عشان الكنيسة تواجه أزمة وتواجه مأزق. لكن لابد من يد من حديد، لابد من تحرك قانوني واضح جدا وسريع، ولابد أن تتجاوب الدولة وأجهزة الدولة مع تحرك الكنيسة القانوني في إنهاء هذه المهزلة التي تدور في دير السيدة مريم والقديس كراس في صحراء وادي النطرون على وجه السؤال.